Past that Abu Yusak al I have never met the man, I have never sat in his da's, I have never told anybody to go and seek knowledge from him. But he did a Taqrij of uh, the beginning of Ibn Kathir. Yeah. And as the uh, Imam and Ulema have said, that this uh, print Dar ibn Hazm, with the Taqrij ibn Jawzi, Dar ibn Jawzi, this is one of the best prints. Many scholars are praising. Many scholars it. are In praised fact, it. I think that is the most praised out of the new publications. No doubt. get no. the second print. The first one had some yes. errors. But this print, I was talking about that, and people took this to be, oh, he's praising. Ajib. Look, if you think Abu Sakh al has not done takhrij of Hadith, you're an idiot. You just don't know what you're talking about. Al Bani. <laughs> Sheikh Al Bani, yes. He to go to him. And... Abu Hissak al used to go to him. Now, his issues of takfir, his issues of uh, in aqaid, I am not talking about them, I'm not praising them, I'm not calling towards them. But the fact that the man checks hadith, how can you deny that? The fact that Abdulaz Tarifi or Salman Alwan check hadith, how can you deny that? And you're not even, you're not even saying go check the check, you're just I'm not saying, saying your point was don't blindly accept them. شيخنا الحبيب، اعتقد ان هذه النقطة تحديدا مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد، قد تكون المعاناة منه اكبر في باب الدعوة. بضاعة الداعي إلى الله تبارك وتعالى وبضاعة العالم هي دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فحين يطعن في هذا الأمر بل ويتجرأ البعض ليطعن على عقيدته لفهم فهموه هم بأنفسهم دون أن يصرح به ولكن العجيب حين يتحول الأمر إلى تصريح مباشر من الداعية ليقول أن ما أعتقده هو خلاف ما قلتموه عني تماما ويتبرأ من هذا الأمر مرات ومرات ثم يأتوا ليصروا على مثل هذا الأمر يصروا على أنه يعتقد هذا الكلام فينفي عن نفسه أعتقد شيخنا قد عانيت كثيرا من مثل هذا الأمر على مدار دعوتك الطويلة أسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك على الخير والطاعة بإذن الله تبارك وتعالى هذه المساله وقد تظن ان الامر يكون قاصر على فتره معينه وينتهي ويذوي هذا الامر ولكن للاسف نرى ان هذا الامر قد يستمر لسنوات وسنوات ويخرج من الرماد اعتقد عانيت من هذا الامر شيخنا ويحتاج الامر الى توضيح والى بيان من فضيلتكم تفضل شيخ الحبيب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين والله يعني أنت نكأت جرحا اندمل أو كاد يعني أو كنت أرجو أن يندمل يعني وهي تهمة قديمة أنا أردها منذ عشرين عاما قد يستغرب يعني المشاهد عندما يعني يعلم حقيقة هذه المدة وهو أن بعض الناس اتهمني بأنني من الخوارج وأنني أكفر بالمعصية بالكبيرة وبعض الناس قال اكفر بمطلق المعصية وانا اعوذ بالله تبارك وتعالى ان اكون كذلك واعوذ بالله تبارك وتعالى ان انتحل قولا من اقوال اهل البدعة والحمد لله رب العالمين منذ فتحت عيني على الشرع وعلى كتب الاسلام وانا لم انتحل نحلة لاهل البدعة ولم أعتقد عقيدة مخالفة لعقيدة السلف الصالح بحمد الله تبارك وتعالى بل عقيدتي عقيدة القرون الثلاثة الأول التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة يعني هي دي لها قصة يعني مضطر أن أنا يعني أحكيها للمرة كذا يعني لا أدري كم مرة أنا حكيت هذا الأمر <applause> آه ذلك أنه وصلني مرة وأنا في درس من الدروس وصلني سؤال لبعض الجلوس آه ملخص السؤال هو طويل يعني أخذ حوالي صفحة كاملة قرأته قراءة سريعة بعيني وبعدين لخصت آه ما في هذه الورقة وكان الملخص كالآتي رجل يقول أنه له عم وهذا الرجل كان يتعامل بالربا فيعني دار بينه وبين عمه حوار فنهاه عن ذلك أو ربما اشتدوا مع بعض في الكلام فقال له إنك تأكل الربا وإن الربا حرام وأعلن الله عز وجل حرب على أكل الربا إلى آخر ما يقال في هذا الباب يعني فعمه يعني قال له أنا أحب الربا وأكل الربا وساكل الربا وكلام بهذا القبيل يعني. فما حكم هذا الرجل؟ يا يعني يسال ما حكم عمه؟ فقلت ان مات مصرا على ذلك كان كافرا بلا شك. هذا كان جوابي. فبعض الناس ممن وصلته هذه الفتوى قال الربا معصيه. وهذا مصر على اكل الربا على المعصيه. فيقول إذن هو مصر على أكل الربا وهذه كبيرة وأنا قلت هو كافر إذا أنا أكفر صاحب الكبيرة إذا أنا من الخوارج ده ال الذي قاله بعض الناس آنذاك وطير المقالة في الدنيا فأنا الحقيقة يعني مضى الشر في الدنيا والمقالة مضت والناس يلوكونها وأنا لا أدري كما كان حال عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك الناس يخوضون في حديث الإفك وهي لا تشعر بالشر ولا تشعر أن أحدا يتكلم فيها هذا كان حالي بالضبط لما وشيعت هذه المقالة وانتشرت في الناس وجد بعض الناس في نشرها بكل سبيل فلما وصلتني فقلت سبحان الله يعني كيف يقولون هذا أفلا يعلمون قصدي منها من هذه الكلمة يعني أنا الذي فهمته من مقالة الرجل ومن كتابه ان عمه كان مستحلا للربا، ليس مصرا عليه فقط. لكن الذي اوقعهم في هذا الايهام انني قلت ان مات مصرا على ذلك كان كافرا بلا شك. فقال لك يبقى هو ربا وقال مصرا يبقى إذن هو يكفر المصر. مع ان الله تبارك وتعالى مثلا في الكفر نفسه قال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يصرون على الكفر. فالاصرار مش لازم يكون على معصيه كبيره ولا صغيره ممكن الاصرار يكون على الكفر نفسه. فالحقيقه يعني لم يتعنوا اطلاقا ولم يعني يبذلوا جهدا في ان يتاولوا لي فكان يقول مثلا لعله يقصد ان الرجل مستحل. فان كان يقصد انه مستحل فهو كافر لانني لا اعلم خلافا بين العلماء ان المستحل كافر. المستحل لما حرم الله عز وجل كافر بلا شك عند كل العلماء بشرط أن يكون عالما طبعا أن يكون عالما أن هذا مما حرمه الله عز وجل لكن أن يكون مصرا على كبيرة مثلا أنا لا أكفر بهذا إطلاقا فكان الشيخ في الشيخ الحبيب بعد ابنك آه يعني للتوضيح حتى هذه المسألة يتضح الأمر فيها بشكل كامل ما ذكرته فضيلتك أن هناك فرق ما بين الاستحلال وما بين الإصرار. ما فهمته فضيلتك من كلام السائل أو من سؤال السائل أنه يستحل ولا يُصر وليس الإصرار. فهو تحول باستحلاله إلى شخص ينتقل من الإسلام إلى الكفر لأنه استحل ما حرمه الله تبارك وتعالى والمعلوم من الدين بالضرورة. أما الإصرار فهو قد يكون شخص يرتكب معصية ويصر على هذه المعصية مرات ومرات فإصراره عليها هو صاحب كبيرة ولكن لا يحول هذا الإصرار إلى كافر بحال من الأحوال لا هو يعني ممكن يكون مصر على الكبيرة بهوى لا يستطيع مثلا أن يترك هذه المعصية هواه مش إن هو عنده عقيدة إن هذا حلال لا عشان كده أنا قلت يعني أو كان لومي على من طير هذه المقالة أنه لم يلتمس لي كان يقول إن قصد أن الرجل مستحل فأنا معه في الفتوى إن هو كافر وإن قصد إن هو كفر صاحب الكبيرة أنا أخالفه في هذا وبعدين يا أخي في النصح مندوحة يعني كان ممكن يرسل إلي وهو يستطيع أن يصل إلي أنا طبعا يعني لا أريد أن أصرح باسمه وكان بيني وبينه علاقة قديمة وبيني وبينه أخوة قديمة لكن ما أدري ما الذي جرى له وكان يعني يعني يبدع طوب الارض صار بعد ذلك يعني يبدع طوب الارض. لكن طير هذه المقاله وتلقفها اناس اخرون الله اعلم بنياتهم قد يكون بعضهم حاسدا وقد يكون بعضهم يعني الله اعلم بنياتهم اكل نياتهم الى الله تبارك وتعالى. لكن هو اصل الحكايه كده ان ان اصل الحكايه انني افتيت لهذا الرجل الذي قال ان عمي ياكل الربا الى اخره. وأنا أقصد وأقول أهو للمرة الألف تقريبا يعني أقصد أن من استحل ما حرم الله تبارك وتعالى وهو عالم بالتحريم ففتواي أنا التي أوافق بها فتوى سائر العلماء أنه كافر خارج من الملة بلا شك أما من ارتكب محرم حتى لو كان كبيرا ولكنه لا يعلم أنها أنها معصية وأنها كبيرة يعني كان جاهلا بهذا أو أنه ارتكب المعصية لهوى في نفسه ولضعف في ذاته لا يستطيع أن يتخلص منها ويسأل الله عز وجل أنه يتخلص منها ويسأل مثلا أي أحد يقول ادعو لي أن أتخلص منها هذا عاص ومرتكب لكبيرة ولكني لا أكفره ولا أخرجه من الملل أدي كلامي باختصار وكنت أرجو أن يكون في التأويل ساعة لإخواننا قبل أن يقعوا في عرضي، لكن في الحقيقة حتى هذه الساعة التي أتكلم فيها لا زال أناس في جنبات الأرض يسألونني عن هذه المسألة، هل أنت كفرت صاحب الكبيرة؟ صاحب الكبيرة أقول له ألا، أنا لم أكفر صاحب الكبيرة، ليه طبعًا؟ لأنه يعني أنت عارف يعني الفتوى تكون جديدة عند أناس لم يسمعوها لأول مرة بالرغم من الفتوى قال عشرين سنة مضى عليها عشرون عاما وأنا هم يقولونها وأنا أرد وقد بلغ بعضهم ممن افترى علي هذه الفرية أنني أقول أنا لا أقول بذلك إنما قصدت المستحل فيرد على القائل الذي بلغني هذه المقالة من معظميه وممن يعني من تلامذة أيضا قال إنه يتقي بذلك توقيا طب أنا لماذا أتقي؟ أنا لماذا أتقي؟ إنما يتقي الخائف يعني الخائف إنما يتقي حتى يعني يهرب من العقاب أو ينجو من الـ 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 الأذى أو كذا أنا أهرب من من؟ يعني هذه عقيدة في قلبي أنا أعتقدها وليس هناك سلطان شرعي حتى على فرض أن أنا أخطأ في خطأ علمي ليس هناك سلطان شرعي يعاقبني مثلا في هذه الأيام يعني انا اخاف ممن حتى اتقي فيعني في كبر علي صراحه يعني ان يقول تقي يا لماذا اتقي؟ ولا يحسن الظن باخي وانا رجل يعني صار لي في الدعوه حتى الان ما يقارب أربعين عاما الحمد لله واسال الله عز وجل ان يقبضني على التوحيد الخالص وان يقبضني يقبضني على ما يحب تبارك وتعالى لكن كنت ارجو انه اذا وصله كلامي الصريح الذي ليس فيه مريه وليس فيه تأويل ولا يقبل تأويلا ان هو يرفع عني هذه الظلامه ويرفع عني هذا الظلم الذي وقع علي، لكن منهم حتى الان من لا يزال يتكلم بهذا، فعلمت لما يعني وصلني هذا الكلام اخيرا يعني انه انما يقصد اسقاطي ويقصد الا اكون موجودا والله تبارك وتعالى ماض في قدره، يعني لا احد يستطيع ان يفعل الا ما قدره الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا أشياء أخرى كثيرة تنسب إلي وأنا لم أقلها وعشان كده أنا أقول لإخواني يعني أنا أنا أظن والله يعني محبة لإخواني المسلمين أظن بحسنة تخرج منكم إلي بل أنا أريد لكم السلامة ولكن في يوم القيامة لا أظن بشيء يبصرونهم كما قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجي هذه الشفقه التي تظهر مني الان في الحياه الدنيا لن تكون ابدا في الاخره. فكل بني ادم يحرص على حسناته، وانا لا اريد الحقيقه ان يقع مسلم في اذى بسببي لا في الدنيا ولا في الاخره. فكل الفتاوى او كل ما يشاع عني ان انا اقول بكذا واقول بكذا ما لم يسمع مني. كلاما صريحا لا لا يتبنى هذا القول فان لم يسمع مني وتعذر عليه ان يتصل بي فليقل لعله يقصد كذا وكذا حتى يقع على كلام لي من خطا فيقول هو قال كذا لكن لا تقل يقصد كذا حتى تتصل بي واقول لك ما اعتقده واسال الله عز وجل السلامه لي وللمسلمين